في هذا البيت، هذا البيت الشريف الذي نعتز به، هذا البيت الذي علمنا صاحبه معاني للحرية، وبحق حرارة دم شهيدنا علي المؤمن الذي خرج دفاعا عن دينه ووطنه، فخط مقولته: نفسي فدا وطني. نتضامن مع هذا الرمز الكبير، هذه الشمس الوضاءة التي تعطي ثمارها للأرض وتحرق من يتلاعب بالاقتراب منها، نطالب النظام الذي قتل شهيدنا علي المؤمن ولم يقتص له ولم يأخذ حقه، وقاتله أحمد عبد الله الهلال الدوادي لا زال حرا يحميه النظام الظالم القاتل، وعبد الكريم الأنصاري الآمر له وهو أحد مرتزقة النظام، بحق دمائنا نطالب بالإفراج الفوري عن هذا الرمز الأستاذ عبد الوهاب حسين بلا قيد أو شرط، وإعطائه حقه في الدفاع عن نفسه ومعالجة نفسه كمواطن أولا أصيل وكحر بلا ذنب. وأذكر شعبي، شعب أوال البحرين، التي لم أحدهم إلا أوفياء، بما قاله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وليس أصدق من هذا الرجل الذي أثبت على مر الزمن صدقه مع شعبه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.